يا مامي أني ما أنساها، يا مامي تلبس من أديداس، أوي حطي هي. حبيبي أريدش كم شغلة، أريدش كم شغلة من السوبر ماركت، أريدش كم شغلة من السوبر. في مال روح روح. أريدش كم شغلة من السوبر ماركت حبيبي. شو والله افتح خشف طه حبيبي ايش كم شغله يابا ويلي وعش مسوين شو بسرعه حسيتوا بالغربه قمت تدورون اكل عراقي مين جاكم هذا الاحساس الجميل لا ترى ما الواحد معدل اي والله حبي اي حبسه بعد اي معدل عمي والله اكلات عراقيه مو اكلات عراقيه لا احنا بكيف نحكي لا والله كل عراقي يلا 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 علينا بالعافيه عاش حسام مرحبا اهلا وسهلا هنا الشاعر شاهد الشمري هي وزوجها فهد بجولة في اسواق دبي يتسوقون بها هنا ابقوا ويا الفيديو واتمنى لكم مشاهده ممتعه شغلنا فيروز ساعه بالخمسة ونص بس احنا نقعد هيك وقت يلا ما يخالف تعب الطياره ما رجع من اشقد من يعني من ساعتين تقريبا فهسه قاعدين راح نبلش اول مشوار ان شاء الله خليكم وياهم احلى فيو بالدنيا لا تعيديها بعد